never do a lie. Can't put me in a box. I redefine any definition you got. I am the tiger, I'm making steps to the top. The flames, I'll rip it up, you just gotta hand me the rock. Take a seat, you cannot stand it. All I know, the flow hotter than a scotch bunny. Don't try studying me, you cannot manage. This ain't what you want, bitch. طيب في حته معينه وابتدى ان هو رغب الناحيه دي راح جاي جاشش. انا لسه ايه كان لو خدنا نعمل ايه؟ نتجاهل نكرر بقى روحي وجهي عند الحاجه دي. انا اصلا مش شايف المكان يعني انا ماشي راح كان بيشد نفسه وراه انا اتعافى على نفسي شويه. يعني اشد وقعدت منها وراه جاي انا عملت ايه كده؟ تجاهلت الموقف وقعدت من الحاجه كذا مره. رايح جاي عملت الكلب كده اهو كده متجاهل الموقف خالص. واحده واحده عملت الكلب فاهم ليه بتقول ده كده؟ هل هي متحكمه في الكلب ولا الكلب اللي ماشيين؟ الكلب اللي ماشيين. فانت لازم تعلمي الكلب الاول ان انا اعرفك ان انا هنا الاونر انا هنا الالفا. توصياتها ما تقفش الشارع وفي كلب الشارع. هو بيخاف عايز ولا مش عايز لازم اعرف الكوماندز. الكلاب بتاعت الشارع اللي هو المشكله دي في الكلاب ساعات الكلاب بتطلع تجري ورايا وعليا. هو طبعا المفروض يعني في قرار بيحصل من الدوله ان الكلاب دي تبتدي تتلم تطور في الحاجات دي تطور في الحاجات لان هي بتواجه ساعات بتعمل مشاكل الكلاب. وبرده ما احنا كنا مقصرين ان احنا بنغزل كلابنا ونجرعهم ونعرفهم ان في كلاب زي دي بتهرب وبتهاجم والكلام ده بيبقى تسليم من هنا. ما نفضلش عايز الكلب واحد ومره واحده اروح جاي حاطه في موقف ان يبقى في كلاب بيخرب. والله العظيم انت بتبصي عليا عشان اطوره يا جدع. الكلب فانا ممكن احاول اتجاهل الاماكن اللي يبقى فيها كلاب عشان لو انا كاتب وابتدي اول كلب يروح يقعد مع كلاب شويه شويه. يعني احط كلب مع كلب هايبر شويه بس يكون حاجه بسيطه وواحده واحده يبتدي يعمل الموضوع عشان يتعود على ان الكلب اللي بيهوى ويعمل هو اللي شيكشي بيلو بيلو. اما يبتدي ان يقعد مع كلب هيلعب هيبتدوا مع بعض ان هم يفرضوا السيطره على بعض بلعب. ده يجيب ده وده يوقع ده وده يوقع فوق ده. بس ممكن دي كلبة تمام بتلعب بقى اللعبة كتير بس اختيار الكلاب فانا برضه اختياري الكلب كان غلط. انا اتكلمت في نقطة الكلاب اللي بتتشد لازم تدي نفسها واحدة واحدة نفس الكلام في اي حاجة ايا كان يا جماعة نفس الكلب ازاي احنا بنخليه يركز معانا ولا بيجي ما يركزش بقى انا بتكلم بقى ما انت ممكن كده احنا كده نسمع احنا نازلين نضرب الكلب ولا الاثنين مش نازلين نضرب الكلب فلازم ابقى انا عارف انا بعمل ايه نازل عيني على الكلب ماليش دعوة اي حاجة تانية. احنا كده خلاص عرفنا الكلب اي كلب اي كان اللي مشتت اي مكان اي مكان الحاجه اللي كانت بتشتته تمام انا هفصلها ازاي؟ في حد عايز يسال تاني؟ الموضوع اللي حصل وانا نايم. طيب الموضوع اللي حصل مع ماكس كلب الكلب الجيرمان اللي لسه داخل ده على فكره الكلب ده فيديوهاته معانا الكلب ده فتاك في البروتكشن يعني بيضرب الكلاب وبيضرب في صدره وفي مناخيره وبيمسك في دراعه وبيعمل كل الكلام ده. خدتوا بالكم من الكلب خايف؟ الكلب أول مرة يطلع من مملكته مش متعود يطلع وسط التجمعات تفاجئ بالموضوع. طب معنى كده إن هو جبان؟ لا هو الموضوع بس جديد عليه استنى يطلع حاجات شوية هتلاقوا كلب غير أو يشوف محمد دلوقتي يشتغل بس هيفتح يحب الدنيا كلها. كابتن محمد يا جماعة معانا تمام هيتعدى دلوقتي إن شاء الله. بص معروف والله في القاهرة اهو الناس دي في القاهرة يا جماعة مش هنعرفها النهاردة بالله عليكم سقف على بتوع القاهرة يا جماعة بالله. مش هذا بصراحة محمد أحسن واحد الكلاب تأكلهم دي ربنا يخليك بصراحة. يا كابتن زياد ما رضيتش أتكلم أهو أقول إن كابتن زياد يا جماعة بياكل تراب تحفة. لا 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 مش تراب بس تمام.
قبل ما توصلي يعني ممكن تكون عليها كانت زي كلب الشارع، يعني هي مقفول عليها مشكله وشغالها اكتر بترجع. لا بس هي كانت زي كلب الشارع، كلب الشارع عامل كويس، كان في الشارع عايش وسط كل حاجه وعايش عايش كل وسط الضغوطات، يا اما بيختار انه يبقى بيواجه ونسمع بقى الناس اللي بتتعرض، يا اما بيختار ان هو يبقى بيجري اول ما يشوف تطبيقات المكتوبه. هي الوقفه ان هي جت على فكره يا جماعه سن الكلب ملوش علاقه غير لو يعني بالتدريب بس. الكلب دي انت بتسميها اكبر كلب؟ هو عشان شغلي معاها كل ما مسافه السيوف انا اللي شفتها فلاتي كده. هو مش الجولد بس، احنا بنتكلم في شخصيات، ايه شخصيه الكلب؟ عشان الناس ما تاخدش على انطباع عن البريد، فهو النقطه المفروض ان الشخصيه بتختلف. ايه شخصيه الكلب؟ لو بتاعتك لو هو في عنده حافز انت تقدري تعملي الموضوع بسهوله، لو ما عندوش حافز انت تضطري تدخلي منع الحافز. يعني انا انسان متاقلمه على فكره ان انا ايه بروح شغلي هي ما بتروحش تقريبا شغلي انا، فهي ابتدت تتاقلم على الحكايه، بس حته ان انا اتعلم او تبقى متدربه انا حاسه ان انا وقفت عند الحكايه، يعني حته ان انا ينفع امشي بيها في الشارع اول ما هي دي كانت دلوقتي ينفع اتحرك بيها وينفع اقعدها على حاجه وتسمع الكلام وينفع اقعد. بس انا حاسه ان انا عارفه عن كده المفروض تعملي ايه بقى ساعات ليفل. طيب على فكره سؤال مهم جدا يا جماعه، ايه الفرق ما بين الاوردر والليفل؟ الاوردر ان الكلب بيعمل سيت من مره بعد اثنين، ممكن من اول مره بس ما يعملهاش بسرعه. طب والليفل؟ والليفل ان سيت مكانه في اي وضع او بسرعه ومن اول مره وما يعملش ده. لازم اعود الكلب ان انا مش سيت ليا مستوى سيت والمكان فاضي. طب سيت وفي دوشه، طب سيت وحد بينادي، طب سيت وفي عربيات، طب سيت وفي كلاب. اعود الكلب ان انا الاوردر بيتنفس في اي وضع وفي اي وقت. لازم اعود الكلب ان انا بشتغل في اي وضع وفي اي حال، والموضوع يبقى تدريجي مش اطلع من البيت للشارع. بس دي نقطه مهمه، يعني يمكن هي الوحيده اللي سمعتها صوت الله. بس عايزه تتظبط. لا 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 ده هي الموضوع اصلا. بس هقول لك على حاجه، حتى الايفنت دول دي حتى لو في كلام فيها مشاكل فالحمد لله احنا عارفين نسيطر عليها. ما عندناش اي نوع من انواع الادويشن. اللعب حلو لما تبقى فيها كوره زي زي ممكن تجيبها بس ليه مش ليك تيجي تاخدها منها تزورها. دلوقتي الكلمه بتاخد اللعبه دي وما تقدرش تديها لحد، ممكن اعمل ايه؟ ممكن اجيب لعبه ثانيه، يعني خلي لعبتين واحده بلعبها والثانيه باخدها وهكذا، واشتغل على الموضوع وانقل الموضوع من لعبتين لتريد. ان انا ممكن اكون مديها لحاجه وتديها لي مديها لي. اعرف الكلب ان انت لما بتجيبها لي لو هي بتزوم فانت عارفه برضه ان انت اللعبه دي هتعملها بان انت تجيب لعبتين مش لعبه واحده ليك واحده ليا. تبتدي ان انت تبدلهم نفس الشكل نفس الحاجه. في حد عنده اسئله ثانيه؟ شكله افكاركم مبسوط بجد يا جماعه التجمع الحلو ده. ان شاء الله دلوقتي الفكره دي بتكتشف يعني ابتدي اشتغل خلاص مع الفرقه اللي عايز يشتغل خلاص. الناس اللي شرفتني في المكان ان هو وجات النهارده استاذ مروان ايهاب تمام. الناس القديمه جدا في التربيه والناس الاخوه الكبار كابتن رمضان رافعه تمام مدرب على استاذ اسكندريه بروفيشنال في الاجسام، اخويا محمود فؤاد باشمهندس محمود فؤاد من الناس البروفيشنال في التربيه، واستاذ سعيد مبسوط جدا بالمكان. ان شاء الله نتكلم على خير ان شاء الله دايما. بنشكر بيتس كورنر اللي استضافتنا النهارده، بنشكر الاستاذ احمد الكوك، بنشكر الاستاذ وسام اللي بيصور في الكاميرا اهو. اتمنى ان شاء الله ان انتم تكونوا استفدتوا ومبسوط بحضوركم. شكرا شكرا. سيطرة منه عليه 100% اوف ليش وصاحبه واقف اهو بعيد تمام. زي ما احنا شايفينه رجع حتى وهو متعصب رجعه وعرف يسيطر عليه، والكلب مش هيهجم غير لما يبقى صاحبه هيقف ويرجع تمام تمام.
بيحس ان هو عامل بايت يبتدي ان هو يفك البمر من صحته. طب طب انا على طول سيبك. كمان بيدي له ام ان هو يطبطب عليه عادي يعمل له سباكين في عادي. Keep an eye out, keep it locked down.
rebel commander and the chief for my crew all. Bullets rattling and whistle at your two clever sleep eyes. Open hands clutching on my throat, this a war zone.